السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم سعيد شو. اليوم سوف نحاول سوية أنا وأنتم أن نجيب على هذا السؤال: هل نبي الله يونس عليه السلام لما التهمه ذلك الحوت؟ أغلبيتكم سيكونون على علم بهذه القصة. يونس عليه السلام التهمه حوت، هذا الحوت هناك من الناس من يقول أنه لا زال حي، هل يا ترى لا زال حيا هذا الحوت؟ هذا ما سنحاول كشفه في هذا الفيديو إن شاء الله، فابقوا معي. السلام عليكم مجددا. قبل البدء أدعوكم للاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. ولنبدأ. يعتقد العديد من الناس أن الحوت الذي ابتلع نبي الله يونس عليه السلام لا يزال حيا يرزق. عندما ألقى يونس عليه الصلاة والسلام نفسه في البحر التهمه حوت عظيم، ثم أوحى له الله عز وجل ألا يخدش الحوت ليونس عليه السلام لحما ولا يكسر له عظما. واختلف المفسرون في تقدير المدة التي بقي فيها يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت، فمنهم من قال أن الحوت التهمه عند الضحى وأخرجه عند العشاء، ومنهم من قال أنه لبث في بطنه 3 أيام، ومنهم من قال 7 أيام. عندما أحس بالضيع في بطن الحوت سبح الله واستغفره وذكر أنه كان من الظالمين طالبا المغفرة من الله عز وجل، ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فسمع الله دعاءه واستجاب له، فلفظه الحوت بإذن الله عز وجل. قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، وقد خرج من بطن الحوت. إذن بما أن يونس عليه السلام يمكن أن يلبث في بطن الحوت إلى يوم الدين، فإن ذلك الحوت ليس حوتا عاديا كغيره من حيتان البحر، بدليل أنه من الممكن أن يبقى حيا إلى يوم القيامة. ولكن لا يوجد دليل يثبت بقاء الحوت الذي التهم نبي الله يونس عليه السلام على قيد الحياة إلى يومنا هذا، فلم نقف على دليل علمي أو شرعي، مما قد يعني أن هذا الحوت مات في زمن يونس عليه الصلاة والسلام لأنه أنهى مهمته، والله أعلى وأعلم. فهذا سر لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل، وفي الغالب قد يكون هذا الحوت مات وليس موجودا في عصرنا هذا، والله أدرى بالحقيقة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني واشترك في قناتنا ومشاركة الفيديو لكي يصلك كل جديد. في أمان الله.